رغم ما شهدته بغداد خلال تاريخها الطويل من عصور للازدهار وأخرى للتراجع والانهيار، إلا أن ثمة ما يعبر عن روح بغداد الأصيلة بعيداً عن خلافات الساسة وصراعاتهم. جامع الحيدرخانة تحفة معمارية تسكن قلب بغداد لتعلن بقاء الروح في جسد المدينة التي أثقلتها تبعات الاحتلال وتوابعه. يقع جامع الحيدرخانة في شارع الرشيد ما بين ساحة الميدان وساحة الرصافي، معبراً عن مرحلة الحكم العثماني للعراق. فالجامع شيد في زمن الوالي العثماني داوود باشا. قبل نحو 200 عام قضاها الجامع شاهداً على كثير من الأحداث التاريخية التي كان له فيها دور كبير، إذ كان مهداً للثورات في زمن الاحتلال البريطاني، كما كان مقصداً للأدباء والمثقفين. هو ليس مكان ديني فحسب، بالإضافة إلى كونه مكان يعبد فيه الله، لكنه كان ملتقى للمثقفين البغداديين العراقيين وملتقى المؤرخين والأدباء والشعراء والفنانين، ولربما انطلقت من هذا المكان أكثر الثورات الوطنية التي عادت للعراق يبدو كرامته. وكغيره من مظاهر الأصالة في العراق، يعاني جامع الحيدرخانة من الإهمال وقلة الاهتمام وضعف عمليات الترميم في ظل انشغال السياسيين بالصراع على مقاعد السلطة. هو بناء حضاري قديم ممتاز وجامع واسع، يعني مو مال هو بوقت النظام السابق كان خوش شغل صار به، بس هو لأنه قديم يراد له مثل ترميم أو شو نقول عليه تصليح مستمر. هسه هم لا زال يصلحون به، بس صار له سنتين متوقف العمل. هسه قبل شهرين ثلاثة يلا قاموا يشتغلون. رغم ذلك يظل جامع الحيدرخانة معلماً تاريخياً هاماً يحيي في نفوس العراقيين ذكريات عن نضال آبائهم ضد الاحتلال، ويحفظ ذاكرة التاريخ لمرحلة هامة عاشها العراقيون.